المسيرات التركية تهديد استراتيجي للمنظومات الدفاعية الروسية. اصطياد الدفاعات الروسية بسهولة. تسببت الطائرات المسيرة الهجومية التركية بحالة من العجز المزمن للدفاعات الروسية في ساحات القتال، ما دفع روسيا للتفكير مليا في حلول لحصر تأثير الطائرات بدون طيار التركية أو تحييدها. وباتت تتسارع الأنباء في الأونة الأخيرة عن أنظمة ليزرية تعمل روسيا على تطويرها لإسقاط المسيرات المسلحة التركية. لأول مرة في العالم تفصح التسريبات الروسية عن منظومة بيرسبيت الليزرية القتالية دون الكشف عن البيانات التكتيكية والتقنية السرية للمنظومة في تقارير الجيش الروسي. تعد المنظومة الروسية من أبرز منظومات الدفاع الجوي وأكثرها تطورا وأكثر فعالية وتصد للضربات الجوية الضخمة، لأنها تعتمد في بنيتها الأساسية على الليزر العدو اللدود للطائرات المسيرة. ولم تتوقف روسيا عند بيرسبيت، فقد أعلنت موسكو عن تطوير طائرة الصياد هانتر التي هي من نوع شبح بدون طيار ويطلق عليها كوتنيك، والتي تبدو طائرة ضخمة. فبعد جناحها يبلغ 19 مترا، أي أنه أكبر من جناح المقاتلة القاذفة سو 34، ويصل طولها إلى 14 مترا وتزن نحو 25 طنا، منها 2800 كيلوغرام وزن الأسلحة، ويصل مداها إلى 5000 كيلو متر. ولكن مع كل هذا التطور الروسي، فإن تركيا أيضا ضاعفت في الآونة الأخيرة تطوير طائراتها المسيرة التي أثبتت قدرة كبيرة في حسم المعارك، وأبرز مثال حسم المعركة لصالح أذربيجان وطرد أرمينيا. فلدينا الطائرة المسيرة التركية الأسرع من الصوت أكسونجر، التي تعد مشروعا طموحا تسعى أنقرة إلى خروجه للنور خلال فترة قصيرة، وهي طائرة من شأنها إذا تحقق لها النجاح إحداث تغيير كبير في عالم الطيران الحربي، إضافة إلى أنه سيمثل مكسبا استراتيجيا كبيرا للقوات الجوية التركية. والمفاجأة طائرة جوكسونجر المخادعة التي تتمتع بقدرات مخيفة سنتحدث عنها في تقارير قادمة. تستمر المنافسة بين قوتين أحدهما عريقة والأخرى صاعدة وبقوة.